السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. حبيت نخرج نصور البر. اليوم احنا في شمال كيبيك في قرية اسمها لارين. نحب اليوم نحكيكم عليها شوية خطر فيها حاجات سبيسيال وديجا، يعني علاش خطر فيها بلاصة يسميوها اخر العالم. حبيت نصورها لكم ونحكيكم عليها شوية، يلا نشوفوها مع بعض. السلام عليكم، انا تويكا نحن وصلنا للبلاصه اللي جيت باش نصورها لكم. البلاصه هذه تسمى لبو دو موند، نحب نحكي لكم عليها شويه وميم طون نوريكم يعني هي شنو تتمثل. هم اختاروا النقطه هذه باش يسميوها بالاسم هذا، يلا نعملوا فيها دوره وميم طون توا نحكي لكم خير من اللي تبداو كي تخزروا لي وتسمعوا. السلام عليكم. احنا توا قدام الباب لبو دو موند، حاسيلو الباب هذايا هما عملوه على اساس انه يكون يعني الباب متاع المنطقة اللي هي تمثل بالنسبة لهم هما اخر العالم، فهمت؟ عملوها عام 1998، حبوا هما يعني بالفازة هذايا يجبدوا توريست وتجي العباد تتفرج وتشوف. بالنسبة لينا احنا لهنا توا نحنا فوق كيبيك. السلام عليكم، انا ديجا جيت نجري توا من مقاطعه لمقاطعه يعني في سرعه الضوء. كيفاش هذيا؟ خاطر نحنا تويكا في منطقه فاصله بين اونتاريو وكيبيك. المنطقه هذيا يسميوها هما لهنا لبو دو موند. المنطقه هذيا تتمثل في سامبول اللي هو الباب هذيا. الباب هذيا هو النقطه يعني اللي يجيوها العباد على اساس انه اخر نقطه في العالم، يفصل بين اونتاريو وكيبيك. الواد هذايا اللي هما تويكا يعني يتعداو عليه العباد بالسكيدو. شنيا الفرق بيناتهم؟ الفرق بين كيبيك وانتاريو انو لهنا يحكيو فرنسي، غاديكا من الجهة الاخرى يحكيو انجلي. بار اكزامبل باش تستاد ولا اي حاجة مثلا تتطلب يعني ورقة باش تعملها، الورقة اللي تستعملها لهنا مش كيما الورقة اللي تستعملها غادي. العباد اللي غاديك عندهم يعني دي سيري متاع كرهب مش كيما دي سيري متاع كيبيك، يعني مقاطعتين يعني كل حاجة ويعني كل مقاطعة والقوانين متاعها. يعني شوف يفصلهم واد، وديجا فما مغاديكا معبر تنجم تتعدى كان قبل يعني التران يتعدى مغاديكا. بار اكزامبل يعني المنطقة هذية احنا تويكا تشوفوا في الثلج امتار، يعني ما يغركمش لينا يعني في البلاصة هذية خاطر تعديوا عليها السكيدو يعني يابسة. إذا كان نمشي غاديكا نجم الثلج يوصل لحد لهنا. البلاصة هذية احنا تويكا عنا الثلج بالكونتيتي هذية كل في موريال توا في الوقت الحالي. يعني عندي صاحبي حكيت معاه يعني ما عندهمش ثلج جملة واحدة، يعني بفاسون سب الجمعة اللي فاتت ونحن اليوم يعني 25 ديسمبر، سب الجمعة اللي فاتت واليوم ذايب، يعني عبارة ما فما حد شيء. يعني باش تشوفوا الفرق بين لهنا وموريال، يعني شوف كيفاش تغير مناخي كبير على الاخر. وحاسيلو تويكا وصلت لاخر الفيديو، نتمنى لكم كل خير وان شاء الله كل مره نحاول نعمل فيديوهات نوريكم فيها الدنيا لهنا وكيفاش البلايس. السلام عليكم. We'll be right back.